بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم في درس جديد نتدارس فيه سويا حول مفهوم جمع التكسير. أيها الطالب الكريم، درسنا هو جمع التكسير. وانظر هنا، شجرة مفرد، شجرة مفرد واحدة، وأشجار جمع، وأشجار جمع. إذن جمع التكسير أشجار، والمفرد هو كلمة شجرة. هنا تمهيد أيها الطالب الكريم، تعلمت فيما سبق أن الجمع نوعان. أولا الجمع السالم وهو المذكر والمؤنث، وتعرفت أيضا على جمع التكسير وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغيرت صورة مفرده بعد الجمع. انظر هنا، كلمة مسجد مفرد، جمعها مساجد. هنا حصل تغيير ما بين الجمع والمفرد، فزادت هنا ألفا، فزاد في الجمع ألفا. إذن هنا تغيرت صورة الجمع عن صورة المفرد. انظر لكلمة شجرة مفرد، جمعها أشجار، تغيرت صورة الجمع عن المفرد، فزادت هنا همزة وزاد هنا ألف بعد الجيم، وأيضا يوجد في المفرد تاء مربوطة. إذن الجمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغيرت صورة مفرده بعد الجمع. إذن حصل اختلاف ما بين الجمع ومفرده. الآن أقرأ وأتأمل. كان استثمار الثروات الطبيعية ومنها النفط والثروات المعدنية حلما يراود جلالة الملك عبد العزيز أثناء توحيده المملكة، وليس أدل على ذلك من توقيعه اتفاقات مع شركة أمريكية في الرابع من صفر عام 52 و300 ألف للهجرة لاستثمار تلك الثروات لما فيه مصلحة البلاد. وقد رأى الملك عبد العزيز أن اكتشاف النفط في دولة البحرين معزز لآماله في العثور على هذا المورد الاقتصادي الحيوي في بلاده، فتوافد علماء الأرض إلى المنطقة الصحراوية المحيطة بالدمام، وراحوا يعملون في ثبات وصمت، يدقون على الصخور ويدسون نبض الأرض، فلعلها معلنة السر الدفين الذي تخبئه بين طياتها. الآن أيها الطالب الكريم، صنف الكلمات التالية وفق المثال المعطى. انظر هنا، مثال المعطى، كلمة الثروات دلالتها العددية تدل على الجمع، مفردها الثروة، والتغيرات في صورة المفرد لم يحدث أي تغيير في صورة المفرد. انظر الثروة، الثروات فقط زيادة الألف والتاء لأنه مؤنث. إذن نوع الجمع هو جمع مؤنث سالم، ونحن نعرف أن جمع المؤنث السالم تزيد عن مفرده أو يزيد عن مفرده بالألف والتاء، فالثروات جمع مؤنث سالم. طيب انظر لكلمة اتفاقات، ما دلالتها العددية على مفرد مثنى جمع؟ أحسنت، إذن تدل على جمع. طيب ما مفرد اتفاقات؟ أحسنت، اتفاق، ممتاز. طيب التغيرات في صورة المفرد، انظر هنا اتفاق في المفرد واتفاقات في الجمع، هل حصل تغيير؟ أحسنت، لم يحدث أي تغيير في صورة المفرد، فقط زيادة الألف والتاء، وهذا لأنه جمع مؤنث سالم. إذن نقول ما نوع الجمع؟ أحسنت، جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم فقط زيادة الألف والتاء على صورة المفرد. أحسنت. طيب انظر لهذه الكلمات، بلاد، ما دلالتها العددية؟ أحسنت، جمع. طيب ما مفرد بلاد؟ بلد، ممتاز. طيب هل حصل هناك تغيرات في صورة المفرد؟ انظر صورة المفرد الباء واللام والدال، ها، والجمع بلاد، هل حصل تغير؟ أحسنت، زيادة الألف، انظر هنا ألف بعد اللام. طيب ما نوع الجمع عندئذ؟ أحسنت، جمع تكسير. لماذا؟ لأن تغيرت صورة المفرد، تغيرت صورة المفرد، هنا بلد وهنا بلاد، زادت الألف بعد اللام. طيب انظر لكلمة الصخور، ما دلالتها العددية؟ أحسنت، جمع، ممتاز. طيب ما مفردها؟ الصخرة، ممتاز. طيب هل حصل تغيرات في صورة المفرد؟ انظر المفرد الصخرة
والجمع الصخور. أحسنت، زيادة الواو وتغيرت بزيادة التاء المربوطة. انظر هنا واو في الجمع زادت، وهنا تاء مربوطة في المفرد. إذن ما نوع الجمع الذي تغيرت صورة مفرده عن جمعه؟ أحسنت، نسميه جمع تكسير. ممتاز. طيب ثانيا، أملأ فراغات الشكل التالي. الاسم من حيث العدد مفرد ومثنى وجمع. أحسنت. طيب الجمع عندي جمع سالم، أحسنت، بنوعيه المذكر والمؤنث، أحسنت، وجمع تكسير الذي درسناه في هذا الدرس. إذن خلاصة درسنا، جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغيرت صورة مفرده بعد الجمع. انظر لكلمة مسجد، مساجد، الجمع هنا زادت الألف، زادت الألف هنا، وشجرة، أشجار، زادت الهمزة وزادت الألف بعد الجيم، وأيضا التاء المربوطة في المفرد. فلما تغيرت صورة مفرده بعد الجمع أصبح جمع تكسير. أحسنت.